اما دلوقتي فهنشوف ملخص للحلقات 27 من الانيميشن والكرتون، وكان فيه طبعا تفاصيل كتيره سواء في يحيى وكنوز في الجزء الثالث او نور والكوكب السعيد، كمان سر المسجد ومسلسل نور. الحلقات 27 من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في شهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سر المسجد باستمرار أبطال المسلسل في محاولات الحصول على رموز، وأعطى غلباوي أحد رموز المسجد للشيخ صلاح ضمن خطته لخداع الأبطال، ونجحت حبيبة في تحرير والدها عن طريق حل أحد ألغاز التطبيق حول المسجد النبوي. وخلال الحلقة حكى الشيخ صلاح للأطفال تاريخ المسجد النبوي ومتى بني. والمسجد النبوي أو الحرم النبوي بناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة للمدينة بسنة هجرية بعد ما بنى مسجد قباء. كمان بدأت أحداث الحلقة 27 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بحديث يحيى مع عائلته عن إنقاذ سينو، وبترد عليه كنوز وبتعرفه أنه فضولي اكتشف مراقبتهم ليه. خلال أحداث الحلقة أيضاً بتظهر جميلة وهي بتسأل على مغاوري، وبتقول لباقي العصابة محدش يتحرك من مكانه إلا بإذن منها، وبتقول لهم كمان إنها هتنتقم من يحيى. على فكرة كان زمانه جوه حفرة في أي صحراء والحكاية انتهت. ولو فرضنا يعني إن أنت عايز فعلاً تساعدنا هتعمل كده ليه؟ ما أنا لسه قايلك كنت غبي. أما عن الحلقة 27 من مسلسل نورة فبدأت بظهور ريم ووالدتها وهي بتسألها عن حالها، وبتقول إنها بخير، وبتسألها والدتها إن كان من الممكن إن هي تبيع بجانب مدرستها، ولكن بتزعل ريم وبتقول لوالدتها إن الأمر ده هيسبب لها حرج. إيه؟ أنت عايزة تحرجيني يا ماما؟ مش كفاية إنك قريبة من النادي؟ ما كانش قصدي أقرب من مدرستك وأحرجك قدام زمايلك يا ريم. أما أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد فبدأت بحديث فرحة مع نور وزهرة ورامي عن العصابة اللي خطفت الطفل حسن، وبيقول إنها عصابة بتتاجر في الأعضاء، وبيأكد رامي كلام نور، وبيقول لهم نور إنه يجب أن يسيروا وراء عربية الإسعاف اللي خدوها من مكتب السيارات. عندنا خيط ضعيف جداً، وهو عربية الإسعاف اللي أخدوها من مكتب تأجير السيارات.